حاجي فعل. يعني انتو في وراحت لرحمة ربه وهذا أمر الله، بس الزعل ما بيناسبك. هو اللي عم يعمل لك الكوابيس. الله يرحمها يا أبو زياد. آمين. الله يرحمها. حسس البيت فاضي بلاها. أنت بتعرف شو كانت بالنسبة إلي؟ بعرف بعرف إنه هي كانت كتير مهمة بالنسبة إلك وماسكة أمور البيت، بس بوعدك حلاقي لك وحدة غيرها. ما بعتقد رح تلاقي وحدة مثلها. هي مش بس كانت مستلمة أمور البيت، كانت مستلمة كل شيء. أي متى باخد الدواء، أي متى باخد الإبرة، وكيف وليش. الله يرحمه. ها، على سيرة الإبرة، نحن لازم قبل ما نروح على الدكتور لازم نعمل تحاليل، لأنه الدكتور أكيد بس تروح لعنده بدي أقول لك أعمل لي تحاليل، فخلينا نعمل التحاليل وأطمن عليك. ما تخاف يا أبو زياد، أنا بس حس حالي مش منيح لحالي بروح بعمل تحاليل. مثل ما بدك، مثل ما بدك.